نزلتم سهلا طاب بكم المقاومه. الحياة هذه في ثلاثة أثر مما نعيش اللحظة سعيدة في إطار فعالية هذا المهرجان في دورته الثامنة المنظم من طرف جمعية شباب فم العصر لتورد تحت شعار محبة وتفرع. فأرحب بكل من قبل على سفر لحل ضيفا عزيزا عليه الساحة المباركة من أجل المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية وهذا العرس الاحتفالي المهيج. ونفسك الخاص لهذا الجمهور الحبيب الذي أبى إلا نتابع بالمباشر بعد حين سجل الطلقات لفعالية هذا المنطقة الذي كل شيء فيه انتقى. شكرا لك عزيزي الكريم، تحياتي لك من هذا المنبر. صالح الطاهر من طلال جمعية شباب فن العصر لتورده وتربية الخيول، فتلقيكم حلقتم اهلا، لازلتم سهلا، طاب بكم الوقت، حياكم الله، لكم من الفتحية ولكم من هزيل الشكر. وتشكرتنا لصالح الطاهر اللي ايضا شرك معها العنصر ديال البراعي، واحد المرأة صغير ابا الى نمتطي صهوة فرسه، فتنشكره جزيل الشكر. اذا هذا الحفيد ديال فرح ايدير اللي ترحيه من المنبر وتنشكره جزيل الشكر. تفضلوا واحد تلو الاخر بنظام وانتظام. شكرنا الاعناق محمد فجاوي، تشكر طالع عبد الكريم دحمان رضوان، شكر خاص ايضا عصام عماد عفوا، تشكرنا الغنور، تحيتنا نبيل الجباري حفيد شرحيلي، شكر خاص لصالح الظهر، تشكرنا الاوكرانو، تحيتنا الاخ تاع عبد الرزاق فتشكره هذا الشكر، شكر خاص ايضا العالي، تحيتنا الاخلف عسي، شكر خاص الاخلف، تحياتنا لعبد القادر شفيقي، الفارسة المقدامة سميرة اللي تنشكرها جزيل الشكر، تشكرتنا عبد الغفور، شكر خاص أيضا زيدان. حالا في الحب هذه المرة يا عبد الحليم مهدي من جمعية عرس الدول للفرنسية التقليدية بني ملال، حياكم الله. أصحاب القفة باللون الأبيض ناسي على ساعة الثلج على قمم الجبال، والحياكات الصفراء الدالة على الغيرة، على حب الوطن، على حب تورنا. إذا فتنشكركم جزيل الشكر، خذوا نفس وأهدي لكم هذا المقطع الموسيقي بالمناسبة. ديالنا جا دولانا ديال الفرقة رقم ثلاثة Oh,
أعناق الجماهير تطوان وتهتز الأعناق، أعناق المتعاطفين تضرعن وتختلف الأعراق، أعراق الأفراس تطبوان. وفي الفرسان حين طلقة حبيس الأنفاس وعند فراق تنحبس الأنفاس ويقف الناس ويلعنون الوسواس ويحضر مختلف الأجناس. لاحظ يا ناس الفرج هي الأساس، تبقى العيون أسئلة هذه اللوحات السردية وهذه الساحة المباركة التي تعرض بها فرق الخيال سالم الإبداع في إحياء هذا الموروث الثقافي. الحقيقة والحق يقال أن الفرج لن يكون محترم الجانب إلا إذا كان راجح العقل وتعالى بتنظيف جسم العقل. أنا ذاك يكون الحضور الكرام أثر عن اقتال فزين. تحية المتبادلة عزيزي الكريم، أشكرك عزيزي الشكر. وقفة تقدير واحترام للنشيد الوطني. إذن أدعو الحضور الكرام للوقوف وقفة تقدير واحترام للنشيد الوطني الآن مع تحية العلم. أرسلوا الله الوطن الوليد كل شيء جميل.